الدرس التاسع: البخيل. بين يدي النص: إذا ما اشتدت وطأة الحياة وعجز الإنسان عن التمييز بين الشيء ونقيضه، فإنه يلجأ لتجارب الآخرين ليتعلم منها الصفات الجيدة والحكمة الصالحة. والقصة التي بين أيدينا تدور حول رجل بخيل وتكشف لنا صفاته وعاقبة بخله. القراءة: هناك رجل يسكن في قرية نائية، كان معروفا بين أهل قريته بالبخل الشديد، على الرغم من أنه ورث عن أبيه ثروة هائلة وقد بلغ من شدة بخله أنه كان إذا أراد أن يذهب إلى المدينة لأمر ضروري يقف على الشارع المؤدي إليها وقتا طويلا، لعل أحد معارفه أو أصدقائه ممن يقصدون الذهاب إليها يمر بمركبته الخاصة فيأخذه معه ويريحه من دفع أجرة الطريق، بل لقد عرف عنه أنه عزف عن الزواج حتى لا يضطر لدفع تكاليفه. كان دائم التفكير في الحرص على أمواله التي يحتفظ بها في مكان ما في بيته، بحيث أنه لم يكن يخالط أهل قريته إلا نادرا، خوفا من أن تنزلق منه كلمة أو تبدر منه إشارة وقد تكشف عن مكان هذه الأموال. ولشدة قلقه وخوفه عليها من السرقة، قاده تفكيره إلى طريقة يأمن بها وصول الناس إليها. لقد قرر أن يدفنها في الأرض التي يملكها، وهكذا فعل. أصبح يعود إلى الموضع الذي دفن فيه ماله كل يوم ليلقي نظرة عليه ويحصيه قطعة قطعة. وذات يوم رآه أحد الأشخاص هناك وأخذ يراقبه، فعرف أن الرجل يخفي في باطن الأرض شيئا. وفي الليلة التالية ذهب إلى المكان نفسه وحفر في الأرض بهدوء وأخرج المال ولاذ بالفرار. اكتشف الرجل خسارته الفادحة فغرق في الحزن واليأس، راح يئن ويتأوه ويصرخ. رآه أحد جيرانه فسأله عما حدث له، فقال: لقد جنى علي حمقي جناية ذهبت بمالي. فسأله جاره: وكيف؟ فأخبره بما فعل، وقال له ساخرا: لا تحزن إلى هذا الحد، ادفن بعض الحجارة في الحفرة وتخيل أنها أموالك، وستكتشف أن أموالك تلك تشبه هذه الحجارة. الفهم والتحليل واللغة. أولا، نجيب عن الأسئلة الآتية: 1- بما عرف الرجل بين أبناء قريته بالبخل الشديد وأنه عازف عن الزواج؟ 2- ماذا كان الرجل يفعل عندما يريد الذهاب إلى المدينة؟ يقف على الشارع مدة طويلة لعل أحد معارفه أو أصدقائه يقصدون الذهاب إليها بمركبته الخاصة فيأخذه معه ويريحه من دفع أجرة الطريق. 3- ما الطريقة التي قاده تفكيره إليها ليحافظ على أمواله هي أن يدفنها في الأرض التي يملكها؟ 4- كيف فقد الرجل أمواله؟ لأنه كان يتفقد أمواله يوميا، فرآه أحد الأشخاص هناك فراقبه وعرف أن الرجل يخفي في باطن الأرض شيئا، وفي الليلة التالية ذهب إلى المكان نفسه وأخرج المال ولاذ بالفرار. 5- نوضح جمال التصوير في العبارتين الآتيتين: ألف: غرق في الحزن، شبه الكاتب الحزن بالبحر العميق الذي يغرق فيه الإنسان الحزين. ب: خوفا من أن تنزلق منه كلمة، شبه الكاتب الكلمة بالشيء الذي ينزلق فيسقط. 6- نصل بين العبارة في العمود الأول ودلالتها في العمود الثاني فيما يأتي. عزف عن الزواج حتى لا يضطر لدفع تكاليفه، دلالتها البخل. لم يكن يخالط أهل قريته، دلالتها الخوف. يحصيه قطعة قطعة، دلالتها الحرص الشديد. ادفن بعض الحجارة في الحفرة وتخيل أنها أموالك، دليل على السخرية. 2- نفكر فيما يأتي ثم نناقش. 1- طبيعة تفكير الرجل صاحب المال. تفكير الرجل صاحب المال مادي سيء، يحرم نفسه الحياة لأجل جمع المال. 2-
قول جار الرجل صاحب المال ستكتشف أن أموالك تلك تشبه هذه الحجارة، أن صاحب المال لم يكن مستفيدا من المال فالحجارة والذهب سواء لهذا الرجل البخيل. 1- نفرق في المعنى بين الكلمات الملونة فيما يأتي. ألف 1- عزف الرجل عن الزواج حتى لا يضطر لدفع تكاليفه أي ابتعد. 2- عزف الموسيقي لحنا عذبا أي أحدث صوتا جميلا. ب 1- وكان الرجل معروفا بين أهل قريته بالبخل الشديد أي مشهور. 2- صنع الرجل معروفا مع جيرانه عمل الخير. المحفوظات بين يدي النص: محمد وليد شاعر سوري ولد عام 1944 ميلادي في مدينة اللاذقية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة دمشق، والأبيات التي بين أيدينا من ديوان الشاعر أشواق الغرباء، وفيها يقص علينا قصة طفلة فقدت درهمها. طبيعة بشرية: محسن أبصر يوما طفلة دمعتاها همتا رقراقتين، جلست تبكي بقلب موجع ترسل الآهات حينا آهتين، قال ما الخطب أجيبي طفلتي فلعينيك فداء كل عين، فأجابت في نحيب محزن ودموع العين تسقي الوجنتين، درهمي ضاع ومالي غيره وأنا من بعده صفر اليدين، قال هيا طفلتي لا تجزعي لا تراعي إن هذا الخطب هين، وحباها درهما في يدها ماسحا من كل عين دمعتين، قال هيا أطلقي وجه الرضا وأريني بسمة أو بسمتين، غير أن الطفلة ازدادت بكا وكأن الكرب أضحى كربتين، قال ما الخطب أجيبي طفلتي هل أصاب الكرب إحدى المقلتين، فأجابته بقلب موجع لم يصب إحداهما أو الإثنتين، إنني أبكي بحزن درهمي فهو لو ظل لأضحى درهمين. الفهم والتحليل واللغة: 1- كيف كانت حالة الطفلة حين أبصرها الرجل المحسن باكية حزينة؟ 2- ما الذي أبكى الطفلة أولا؟ ضياع درهمها. 3- ما الذي فعله الرجل المحسن ليخفف حزن الطفلة؟ أعطاها درهما آخر. 4- نستخرج من النص لفظا تدل على الفرح وأخرى تدل على الحزن: الفرح أطلقي، الرضا بسمة، الحزن أبكي بحزن دمعتا يبكي موجع نحيب محزن دموع. 5- عبر الرجل عن حنانه على الطفلة، نعين ألفاظا وعبارات تدل على ذلك: لا تجزعي لا تجزعي فداء، لا تراعي هين حباها، ماسحا أريني بسمة هيا طفلتي. 6- استغرب الرجل بكاء الطفلة في المرة الثانية فلماذا؟ فقد ظن أن غما وحزنا أصابها. 7- ما المفاجأة التي حملتها إجابة الطفلة؟ بكت درهمها الضائع حيث لو كان موجودا لأصبح درهمين. 8- ما الطبيعة البشرية التي يوحي بها عنوان القصيدة الطمع؟ 9- نصل بين الأسلوب اللغوي في العمود الأول ونوعه في العمود الثاني فيما يأتي. الأسلوب اللغوي: ما الخطب؟ نوعه الاستفهام. الأسلوب اللغوي: لا تجزعي، نوعه النهي. الأسلوب اللغوي: أريني بسمة، نوعه الأمر. القواعد اللغوية: المفعول به. نقرأ الأمثلة الآتية ونلاحظ الكلمات الملونة. 1- رحم الله مخلصا لبلاد ساوموه الدنا بها فأباها. 2- جلست تبكي بقلب موجع
ترسل الآهات حينا آهتين. 3. ترعت دولة المبادرات من النساء. 4. أعددت بحثين حول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 5. صافح الرئيس اللاعبين بعد انتهاء البطولة. بملاحظتنا الكلمات الملونة نجد أنها وردت في جمل فعلية، وقد جاء كل منها على صورة اسم ظاهر وقع عليه فعل الفاعل. وللتأكد من ذلك نسأل الآتي: من الذي رحمه الله؟ ومن ترعت الدولة من النساء؟ وماذا أعددت؟ ومن صافح الرئيس؟ فإن الجواب سيكون على الترتيب: مخلصا، الآهة، المبادرات، بحثين، اللاعبين. وبالتالي فإن كل منها مفعول به، ونلاحظ أن الفتحة هي علامة نصب، مخلصا، الآهة، لأنها مفرد، وأن الكسرة علامة نصب، المبادرات، لأنها جمع مؤنث سالم. أما علامة النصب في بحثين فهي الياء لأنه مثنى، وكذلك الياء علامة النصب في اللاعبين لأنه جمع مذكر سالم. نستنتج: 1. المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل. 2. من صور المفعول به الاسم الظاهر المفرد والمثنى وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. 3. علامة نصب المفعول به الفتحة إذا كان مفردا أو جمع تكسير، والكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم، والياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما. تدريبات: أولا، نستخرج المفعول به ونحدد علامة إعرابه فيما يأتي. 1. ورث عن أبيه ثروة هائلة. ثروة المفعول به وعلامة إعرابه الفتحة الظاهرة. 2. يحترم الطلبة المعلمات ويستمعون إلى نصائحهن. المعلمات مفعول به، علامة إعرابه الكسرة الظاهرة. 3. أجابت في نحيب محزن ودموع العين تسقي الوجنتين. الوجنتين مفعول به، علامة إعرابه الياء. 4. خصت المدرسة المتفوقين بجوائز نقدية. المتفوقين مفعول به، علامة إعرابه الياء. 5. يصمم المهندسون مدنا صديقة للبيئة. مدنا مفعول به وعلامة إعرابه الفتحة الظاهرة. 4. ثانيا، نملأ الفراغ مفعول به مناسب فيما يأتي. 1. يقطف البستاني ثمار البرتقال. 2. قرأت قصتين ممتعتين. 3. نستهلك الكثير من المياه صيفا. 4. نتدبر آيات القرآن الكريم. 5. قابلت المعلم بوجه بشوش. 3. نحول الكلمات الملونة من المفرد إلى المثنى والجمع ونغير ما يلزم فيما يأتي. 1. تكرم الدولة المجتهد. المثنى: تكرم الدولة المجتهدين. الجمع: تكرم الدولة المجتهدين. 2. كافأت المعلمة الطالبة المخلصة. المثنى: كافأت المعلمة الطالبتين المخلصتين. الجمع: كافأت المعلمة الطالبات المخلصات. الإملاء: إملاء اختباري، نكتب ما يملي علينا المعلم. الكتاب خير جليس. لله دره من صديق، فما أكثر نفعه للمعلم والمتعلم. وللكبير والصغير، وما أحوجنا للبحث عنه والاستفادة منه. هل عرفته إنه الكتاب؟ هل عرفته إنه الكتاب؟ فهو الصديق الوفي الذي يكتم الأسرار ولا يبخل بأي معلومة على صديقه الذي يقلب أوراقه، ولا يحرمه من منافعه التي لا تعد ولا تحصى. فيا ساعيا نحو المجد، إن الكتاب له قدرة عجيبة على أن يتحدث،
ويناقش قارئه ويأخذه من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ويعرفه على الكثير من الأسرار التي أخفاها الدهر بين ثناياها، فله نفعه وللعبر التي يحويها فوائد، ولقضاء الوقت معه مواعظ. لهذا السبب يمكنني القول إن أتعس من في الأرض هم الذين لم يكتشفوا قيمة الكتب ومجالستها. التعبير: نحول مضمون أبيات قصيدتي طبيعة بشرية إلى حوار بما لا يزيد عن 6 أسطر. المحسن: لما أنت حزينة باكية؟ الطفلة: درهم الوحيد ضاع مني يا عما. المحسن: لا تبكي ولا تحزني، هاك درهما بدلا منه. شكرا يا عما. المحسن: لما تواصلين البكاء يا عزيزتي؟ الطفلة: لو كان درهم الأول موجودا لأصبحا درهمين.